بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المحاضرة 16. حنتكلم على الكريبتو كوكس نيو فورمانز. في نهاية هذه المحاضرة حنعرف الديفينيشنز للكريبتو كوكس نيو فورمانز، حنعرف الباثوجينيسيس، حنعرف اللاب دياغنوسيس، حنعرف التريتمنت. ونقطة مهمة جدا لا تنسوش انه ده من الاوبورتونيستك، يعني بمعنى اخر في الاميون كومبتنت مش هيعمل ديزيز، ده من الـ من الـ من الديزيز اللي هيعملها هي او الاورجانيزم ده من الاوبورتونيستك، يعني ما يعملش ديزيز الا في الناس الاميون كومبرمايز بيشنت. طيب ما هو تعريف الكريبتوكوكس نيوفورمانز؟ الكريبتوكوكس نيوفورمانز هو عبارة عن يست سيل، وهذه اليست هي كابسوليتد، كمان هذا اليست سيل الكابسوليتد بتليدنج تو لانج انفكشن، ومن اللانج انفكشن ده يحصل له سبريد ويوصل ويعمل منينجو انكيفالايتس ان اميون سبريست بيشنتس. يعني في النهايه هذا هيعمل في اللانج انفكشن وهيعمل منينجو انكيفالايتس في الاميون سبريشن. زي ما اتفقنا انه ذي يست سيل زي ما انتم شايفين ذي كابسوليتد، هذه بالاندي انك الصبغه ذي بالاندي انك كابسوليتد واضحه تماما اراوندنج البادنج حق الـ حق الـ حق اليست. طيب ما هو الباثوجينيسيس للكريبتوكوكس نيوفورمانز؟ اول نقطه، هذا الاورجانيزم اللي هو كريبتوكوكس نيوفورمانز موجود في البيرز وفي البيجونز اللي هو الحمام، الاورجانيزم موجود في الفيسس، فبالتالي حيوصل للسويل، حيعمل سويل كونتامينيشن. كمان في الحظائر اللي يربوا فيها الدجاج ويربوا فيها الطيور حيكون كمان موجود في الفيسس لهذه الطيور. طيب الان اصبح الان موجود في السويل، فكيف حيحصل؟ حيحصل انهيليشن، فبالتالي من الفيسس اللي موجود حيحصل انهيليشن للانسان. النقطه المهمه ان الطيور او الحمام ما تنصابش اطلاقا، هي حامله لهذا الاورجانيزم اللي هو كريبتوكوكس نيوفورمانز. طيب الان حيوصل لللنج، حيوصل لللنج وحيعمل نيمونيا، وخاصه في الناس البيشنتس اللي هم الايدز بيشنتس حيعمل نيمونيا، ومن اللنج ده حينتشر وحيحصل له سبريد الى السنترال نيرفس سيستم ويعمل منينجو انكيفالايتس. النقطة المهمة جدا انه يعتبر هذا الكريبتوكوكس نيوفورمانز اسيمبتوماتيك ان اميون كومبتنت، الاشخاص اللي مناعتهم كويسة ما يحصلش عندهم الديزيز هذا خالص. طيب كيف نعمل دياجنوسيس للكريبتوكوكس نيوفورمانز؟ اول شيء نعمل الدايركت السمير، طبعا اكيد السبيسمن احنا حناخذ السبيوتم او السي اس اف على اعتبار انه راح اللنج وراح عمل في المنينجو انكيفالايتس، فحنسبقهم بالاندي انك، حنشوف اللي هو جيلاتينس كابسول اراوند البادنج يست سيل، وكاركترستيك طبعا وتعتبر دياجنوستيك زي ما انتم شايفين الان في يست وفي محاطه بقضيه الكبسول. طيب نعمل بعدها نعمل كلشر، لو طبعا نزرع على سبارود ديكستروز اجار، وهنا ما نستخدمش اللي هو الاكتيدون اللي هو سيكلوهيكسامايد. ليش؟ لانه هذا بيمنع السبروفيتكس، واساسا الكريبتوكوكس نيوفورمانز موجود في السبروت، يعني منتشر في ديستريبيوتد في الناتشر بشكل كبير، فاحنا مش عاوزين نثبطه، عاوزينه ينمو. هنا بالذات احنا حريصين عليه انه ينمو، فبالتالي يعني نستبعد عمليه السايكلوهيكسامايد او الاكتادون عشان ينمو لو كان موجود الكريبتوكوكس نيوفورمانز. بعدين نعمل ايدنتيفيكيشن، الايدنتيفيكيشن بالتاكيد كاركترستيك هنا حيكون مايكويد كولونيز وجيلاتينس كابسول لما نصبغها. طبعا هنا الان زي ما انتم شايفين بالاندي انك نروح ناخذ من الكولوني ونصبغها بالاندي انك، حتشوف العمليه الكبسول كاركترستيك واضحه بشكل واضح. عاوزين نتاكد نروح نعمل الكولوني ونعمل بايوكيميكال رياكشنز، ما تعملش الكريبتوكوكس نيوفورمانز ما تعملش اي شوغر فيرمنتيشن خالص. كمان عاوزين نتاكد نروح نعمل يوريز تيست، فذي يوريز تيست بوزيتيف بمعنى تمتلك انزيم اليوريز، فحتطلع اليوريز تيست بوزيتيف. ممكن كمان زي ما قلنا نحن نروح نعمل من الكولوني ونعمل بي سي ار او نعمل دي ان اي بروب عشان نعمل ديتكشن للاورجانيزم. في معنى كمان سيرولوجيكال تيست ممكن تستخدم، احنا نسميها وهي مهمه جدا طبعا الدايركت كابسولار انتيجين، سواء كان في السي اس اف او في السيرم. طبعا عبر حاجه بنسميها لاتكس اجلوتينيشن، يروحوا يجيبوا ماده خامله انرت بارتكلز اللي هي اللاتكس، يسموها انرت بارتكل اللاتكس، ويحملوا عليها انتي بوديز سبيسيفيك للكريبتو للانتيجين حق الكريبتوكوكس نيوفورمانز. فبالتالي على طول يروحوا يحطوا العينه سي اس اف او السيرم، لو الانتيجين موجود حتشبك فيه،
وحيحصل اللاتكس اجلوتينيشن اهو شايف زي ما انتم شايفين اهو الانتيجين كان موجود فبالتالي شبك في الانتي بوديز اللي هي سبيسيفيك واللي هي محمله على اللاتكس فحصل اللاتكس اجلوتينيشن. ممكن نعمل ديتكشن كمان للانتيجين باي الاليزا نعملها كمان ديتكشن ما في اي مشكله ودي على فكره تيست مهمه جدا في التشخيص. كمان ممكن نعمل ديتكشن للانتي بوديز ان سيرم لكن طبعا اللي هو ديتكشن الانتيجين مور سبيسيفيك ومور اكوريت ومور سنسيتيف. كيف نعمل تريتمنت لكريبتوكوكس نيوفرمانز؟ اكيد احنا حنعمل كومباينيشن هنا من الانفوتريسين بي والفلوسايتوزين لانهم بيعملوا سينرجيزم واحد. والامر الثاني انه قلنا الديزيز ده مش هيحصل الا في الناس الاميون كومبرمايزد بيشنتس ناس المناعه حقهم في الارض. هذا كنت معكم في فيما مضى حول الموضوع بسيط اللي هو كريبتوكوكس نيوفرمانز. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.